السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم عن واجهة ال اكس دي اي. خلي اشرب قهوة. هوي الواجهة تتميز بالسرعة السرعة السرعة. طبعا اذا كان عندك جهاز بطيء او جهاز ما فيه دعم للجرافيكس عالي فممكن تستخدم الواجهة هذه. راح اتكلم ان شاء الله عن طريقة تثبيت اللغة العربية، ايضا اللغة العربية بلوحة المفاتيح، لان هذه ما ادري ليش ما اضافوه بشكل رسمي او بشكل سهل هنا. راح نشوف نظرة سريعة على الواجهة. أول شيء اللغة العربية، طبعا افتراضيا بعد ما تنزل الواجهة يمكن ما تكون بالشكل هذا، يمكن يكون القائمة ما موجودة من هنا، راح تكون موجودة بالجهة اليسرى. فاللي عليك تسويه طبعا إذا كانت الواجهة إنجليزية راح تضغط هنا وتضغط على هذا administration، راح تحصل هنا مكتوب لك language بدل اللغة، تضغط عليه تدخل رقمك السري، تختار اللغة اللي تبي. طبعا افتراضيا راح تجي باللغة الإنجليزية، أنا اخترت Arabic Saudi Arabia، وبعدين ضغطت نعم. راح يبدأ يحمل لك بعض الحزم، بعد ما يخلص سجل خروج وادخل مرة ثانية وخلاص. هذا بالنسبة لدعم اللغة العربية. الحين خلونا نشوف سطح المكتب وش ممكن نسوي بسطح المكتب. طبعا بالنسبة لسطح المكتب أنا أعتقد دعمه من ناحية شكله أفضل من واجهة الـ XFCE تكلمت عنها قبل، أقصد من ناحية الأيقونات. يعني بزر يمين Desktop Preferences اللي هي خصائص سطح المكتب، تمام. راح تحصل من هنا اللي هي يعني الخلفيه، فما في معاينه مباشره، لازم تروح لمجلد معين فيه صور، فممكن من هنا نختار صوره معينه. اوكي، غيرنا خلفيه المكتب. ممكن من هنا تختار هل الصوره متمدده ولا لا، زي ما انتم شايفين يعني وضع الصوره. طبعا من هنا الخطوط. خلاص الحين بس هذا اللي بسطح المكتب. طبعا ممكن تحط مجلد، ممكن تلصق مباشرة، ممكن تحديد الكل، ممكن عكس التحديد، ممكن ترتيب ملفات. نشوف الحين طريقة اللي هو التعامل مع الواجهة من ناحية تغيير شكله. راح التفضيلات، بعدين تشوفوا ترى انا استخدمت الواجهة بالعربي لهالمرة، يعني يتحملوا. تروح الاوبن بوكس كونفجريشن مانجر، طبعا تلقائيا اعتقد بيجي هذا معه. من هنا هذا طبعا له التحكم باللي هو الاطار النوافذ، تمام. فممكن من هنا تغير اطارات النوافذ، ممكن نرجعه تلقائي او هو ال. طيب في برنامج ثاني خاص بالتعديل، لكن حقيقة ما ادري هل راح احصله هنا ولا لا. عموما البرنامج اسمه LX Appearance او Appearance، تكتب LX. هذا هو موجود عندي، اذا كان موجود عليك تنزله بس. طريقة تنزيل البرنامج بسيطة، بس تكتب اسم البرنامج. اذا كنت على الفيدرا مثل ما استخدم فيدرا حاليا انا، ف انا افتح طرفية ملحقات، وين تصير الطرفية؟ طرفية. فاذا كنت على الفيدرا تكتب سودو YUM install LX appearance بالشكل هذا، وتبدأ تنزل البرنامج. وبعدين خلاص إذا كنت على ابونتو سودو apt get install، وبعدين تكتب LX appearance. بالنسبة لتركيب الواجهة نفسها، يعني اللي عليك تسويه طبعا اذا كنت على الفدرة بالشكل هذا YUM install، تحط علامة اللي هو at LXDE desktop. اما اذا كنت على الابونتو سودو apt get install LXDE بس. طيب نشوف الحين البرنامج هذا ايش ميزته وش فائدته. هذا يغير الثيمات نفسها، الثيمات الداخلية للنظام للبرنامج. فلو فتحنا مثلا تحديث البرمجيات نشوف الثيم الحين هل بتغير ولا لا. لاحظ انه من هنا يعطيك ثيمات مباشرة، اللي هي معاينة مباشرة، ممكن من هنا مباشرة تشوف المعاينة. لاحظ انه غير كل شيء. بالنسبة للكتابة بلوحة المفاتيح اللي هي عربي، اذا حاب تكتب عربي عربي، انجليزي انجليزي عربي، الموضوع يعني شوي بس يبيك تفتح الطرفية بس. فنروح لما أدوات النظام،
طرفية. طبعا الملف توه مدخله هنا أنا. راح تكتب المسار هذا، طبعا المسار موجود عندك تحت بالوصف، تمام. طبعا جيني اللي هو محرر النص عندي، ممكن يكون محرر النص عندك جي إديت، أي محرر تبي تفتح بهالملف اكتب اسمه هنا. فأنا استخدم جيني، ممكن تستخدم جي إديت. خلونا نحط جي إديت عشان أتأكد أن الأغلبية عندهم جي إديت. تضغط انتر، راح يطلع منك اللي هو الرقم السري شكله خطأ. أوكي، هذا الجي إديت. طبعا زي ما انتم شايفين انه هنا حطيت السطر هذا اضافة بحيث انه يكتب عندي انجليزي عربي، وحطيت خيار التعديل اللي هو Alt Shift، تمام. في فيديو قبل عن واجهة Open Box، اتمنى للشخص اللي حاب يعدل بالموضوع هذا يدخل على واجهة Open Box، راح يحصل هناك تكلمت عن موقع يقدم لك كل اختصارات اللغات، فممكن تحط فرنسي، ممكن تحط FR، تمام. بعد ما انك تسوي كذا تعيد التشغيل، عفوا مو بعد تسجل خروج تدخل مره ثانيه. اذا كنت ما تبي تسجل خروج تدخل مره ثانيه، انسخ هذا طبعا مباشره بالطرفيه، الصق بالطرفيه. نروح مره ثانيه، نفتح الطرفيه، النظام طرفية على طول مباشرة، لصق بالطرفية وضغط انتر. الآن تلقائيا دعم عندي اللغة العربية بحيث اني اقدر اكتب. طبعا شلون ادري انه دعم اللغة العربية؟ كل اللي علي اسويه اني ادخل برامج المكتب، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعليه نتوكل، بما ان اليوم الجمعة يعني بس بكتب خطبة الجمعة. اوكي، بس تقريبا هذا هو اللي مهم بالواجهة. الواجهة طبعا يعجب انباه انه سريع جدا، اللي عنده طبعا مثل ما قلت قبل جرافيكس بسيط او اقل جرافيكس ممكن تستخدم. باقي شغلة واحدة اللي هو الشريط اللي تحت، في بعض الاضافات ممكن نضيفها له، فاضغط عليه بزر يمين اضف او ازل عناصر من الشريط. ففي هنا بعض العناصر ممكن تقدر يعني انك تحطها اضف، في اشياء معينه ممكن الصوت، فتلاحظ الصوت مو موجود هنا ايقونته، ممكن احط ايقونه الصوت من هنا، طلعت ايقونه الصوت. ممكن ايضا نضيف حاجات ثانيه، قائمه فاصل الى اخره، فممكن هنا انت تخصص اللي تبي. ممكن ايضا تعطل بعض الاشياء اللي موجوده حاليا، هذه الاشياء اللي موجوده الان. بالنسبه للمظهر ممكن تختار لون معين، لون شفاف، حاليا هم يستخدمون الاسود، ممكن تستخدم اسود، ممكن تستخدم اسود شفاف، او ممكن تستخدم لون النظام او لون الثيم. الموقع والحجم طبعا هو الاسفل، ممكن تحطه بالاعلى اسفل، او ممكن يسار يمين. ايضا ممكن تتحكم بالارتفاع، الايقونات طبعا اللي هو حجم الايقونات نفسه. اوكي تقريبا كبيرة، ايوه هذا هو. اوكي بالنسبة للهامش اللي هو طبعا المسار الفاضي يمين ويسار، طبعا المحاذاه حاطين يسار احنا، فممكن تحط بالمنتصف المحاذاه وتكون يعني متمدده، وممكن تحط المحاذاه يمين يصير يجي عند اليمين فاضي. خلاص اعتقد خلصنا الواجهه، وهذا اللي عندي. شكرا متابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاكواد اللي كتبته تو كلها موجوده بالوصف، انسخ والصق.